السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سيد سمير. طب اليوم راح نوريكم طريقة إنبات البذور. أو عندنا هنا مجموعة من البذور. أولا عندنا بذور الليمون، ثانيا بذور العنب، ثالثا بذور ثلاث أنواع من بذور التمر، رابع نوع عندنا بذور الكنة، خامس نوع بذور البطيخ. أول شيء راح نبدأ ببذور الليمون. طبعا أنا اليوم بذرت، وهذا بذري نغطيه بالمنديل. نغطيه بنقطة صابون موية. عندنا هنا بعض البذور نبتت بذرت، مثل بذور البطيخ. بذور التمر. وباقي البذور نسأل الله عن بذرها. طبعا تكتبون على كل بذر اسمه والتاريخ التبذير. طبعا انا هنا حاط هذا تاريخ بذا 26/1، والباقي كله 23/1. واخر شيء نغطيه بالخيشة. وبس الى هنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى ان المقطع عجبكم، لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.